أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 21/4/2024، وتعالوا نشوف النتايات الشعاري الجاموس في سوق دمنهور. ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. السوق شغال يا جماعه من بعد فجر يوم الاحد، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم يا رجالي، كل سنه طيبين، الله يقويكم ويعينكم. منين يا معلمي؟ زفت متغم، زفت ومتغمر يا جماعه اللي منسين ومنورين في سوق دمنهور، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كنب، الله اكبر. النتايات الشعاري الجاموس، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الاسعار عامله ايه يا معلم النهارده؟ اسعار ايه بكام دي؟ دي 22. 22، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الفرحه دي ده ايه؟ 21.5. 21.5، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حلم النهارده خلاص. ليه مهبط العمل ولا ايه؟ لا لا يا عم، بنسمي بالظبط بالظبط. ماشي وعرقوا على الله يا عم. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. انت بتقول كلام، انت بتقول كلام. قال لك كام يا حاج؟ قال لك كام؟ مش عارف، بيقول كلام وبيبيع بكلام تاني. طب بكام قال لك يعني؟ قول ب7.5. 27.5 يا حاج حلمي. ايش قلت لك؟ عرفت، هبط العمل حاج حلمي حبيبي. لا والله ما ينفع، بقول لك نزلها. انت جبتك على طول والله، انت ملور في البتاع. احنا بنقول المصداقيه يا حاج حلمي ما يرضي الله يا بنقول المصداقيه يا حلمي، ما تبقاش ضلال. كام يا حلمي؟ طب ما تقولش عرب ما يرضي الله قد كده. قال له ب27500 يا حاج. 27500 حلمي كان ضلالي من شوية. قال له ب21. أحسن رأي حلمي. لا قال له ب2. لا قال له ب1.5. أنا بدت نظري برضه، جيت وراه. الحاج حلمي عاوز يهبط العمل برضه عشان يدينا الدور. عادي يا عم، ما فيهاش حاجة. اللهم صل عليك. أنت من الناس المحترمة. حبيبي وائل معاك يا حاج. أستاذ وائل. الله يكرمك، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك. بس عجلة حلوة والله. الله أكبر. لا عجلة، صلاة النبي عليه. حلبات يميات لا لا لا، عجلة يمية، الله اكبر. عجلة كويسة. طب تساوي كام يا حاج؟ انت راجل بتشتري. لما اريد اسمى ما ينفعش برضه. طب ما فيهاش حاجة. لا نظريتك برضه كام؟ والله ما فيهاش حاجة. ما تقول نظريتك وهو مش زعلان يا حاج. نظريتك والله تقول نسمى تساوي 28.5. شفت بقى حين حاج حين معامل معاك واجب اهو، يعني سايب لك 1000. قال لك 7000. ها 5000. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. فين يا حاج؟ اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين يا جماعه، عادي حال التجار والاسعار زي ما انتم شايفين، كل حاجه على الطبيعه هي. اللهم صل على النبي يا حاج، بسم الله ما شاء الله. هو قال له دي ب21.5. السلام عليكم رجالي، الله يقويكم ويعينكم. عامله ايه مدات يا غالي؟ انت زعقان لك ايه؟ مرات زعقان ليه؟ مش عارف الشراء كده. الله يبقى ناخدوها خلاص. زعقان ليه؟ ناخدوها. عملتها كام يا شيخ العالم؟ ايه عملتها كام؟ ما قلناش لسه معاه والله. وزعقان مش هسحب اقول معاه خالص. ليه؟ شكله ازرق. يا حول الله. السوق زي ما انتم شايفين مليان يا جماعه خيرات، ربنا يبارك للناس كلها ويصلح حالي وحال الجميع يا رب، اللهم امين. عامله كام اللي في ايدك ده يا حاج والله؟ 29 ولا 28؟ 29. من 28 ل 29. الله اكبر. واللي في ايدك ده بكام يا حاج؟ في ايدي يا حاج 27. من 27 ل 28، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. الاسعار هاديه النهارده. قبل كده كانت بتعمل يامي؟ قبل كده كانت بتعمل يامي؟ فوق ال 30. السوق مريح النهارده 30. السوق مريح. قبل كده كانت بتعمل 30. حبيبي. 5000 النهارده. عامله ايه يا مدى يا صاحبي؟ 29. بسم الله ما شاء الله، نتايج مليانه يعني صلاة النبي عليها، الله اكبر. يعني قدامك كم شهر وتبقى تحت العشر كده؟ خش لها على سنه. بسم الله ما شاء الله. السوق مريح النهارده. مريح خالص. اللي عايز يشتري النهارده. الله اكبر. يعني الحته بتسيب قد ايه كده النهارده؟ شغال من 3000. 3000 و4000، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حضرتك تاجر ولا جناح؟ منين حضرتك؟ زهر البحريه. ادينا رقمك لو عندك
نتايات شعاري يا موسى اي حد يتواصل معك. 010 3929 8060 2-4 قولوا لنا مره ثانيه معلش يا صاحبي. 010 على صوتك بس. 3-9-8-6-0-2-4 يا جماعه الاسم طيب. محمود عطيه المعلم محمود عطيه رخا زهر البحريه مركز دمنهور محافظه البحيره يا جماعه في مصداقيه بميرد الله الله اكبر. اخيرا كم معلم محمود بميرد الله برضه ان شاء الله حد عشر. 29 يا جماعه انت يا صلاه النبي عليك عاري جاموس ربنا يبارك لك يا معلم محمود يصلح حالك وحال الجميع واجعل صباعك ابيض. سوق عامل ايه يا حاج النهارده؟ تعبان والله مريح. عامل ايه اللي فيتك ده صاحبي؟ والله على الله على الله ما حدش عمل ايه؟ السوق شايل غلا فظيع. ها؟ يعني من كام لكام كده؟ يعني معاك من 20 ل 25 من 20 ل 25 بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك للمال واصحابه. تاجر حضرتك ولا جناية؟ جناية. الله يصلح حالك يا صاحبي صباحك ابيض الله يرزقك بسم الله ما شاء الله الله اكبر. نتايتين صلاة النبي. صباح الخير يا عمدي صباح قبيع الله يقويك وعينك واصلح حالك. عاملين عامله ياما ديت وديت حاج عاملين دول عاملين 45 الاثنين ب 45 بسم الله ما شاء الله. يعني السوق كويس النهارده بسم الله ما شاء الله 45000 الاثنين يا جماعه نتايتين شعار يا امه بسم الله ما شاء الله عليهم الله اكبر الاسعار اليوم ايه الله اكبر بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي. العرض ياما في سوق دمنهور يا جماعه اهوت والطلب شويه النهارده زي ما انتم شايفين. ايه ما احنا بنقول والله يا حاج الله يقوي العالم ويصلح حاله وحال الجميع يا رب. معك رقم تليفون ناخذه لو حد عايز حاجه تواصل معاه الله يصلح حالك. جنايه يا جماعه 2 ب 45000 بسم الله ما شاء الله الله اكبر بسم الله ما شاء الله. ولا عجبنا الا شنبك الله يكرمك الله يطلق معك نحلق ونجيب عبولك في كيس ونديول حبيبي يا حاج بسم الله ما شاء الله الله اكبر. عامله ياما الحلوه دي عمده عامله ياما النهارده شيني ربنا يرخي على عباده بسم الله ما شاء الله. عامله كام والله بميرد الله حاج الله وكيل 25000 ونص بسم الله ما شاء الله الله اكبر حلوه لا حلوه والله بسم الله ما شاء الله 25000 ونص يا جماعه ربنا يبارك للمال واصحاب الله اكبر. لو تاجر ادينا رقمك لحد عايز حاجه توصل معاه. ايه كام الرقم؟ 012 0 4 0 6 5 6 6 5 6 1 0. بعد فين حضرتك؟ كفر الدوار. الاسم طيب خيري علي عبد الرزاق كفر الدوار يا جماعه اللي عايز نتايج شعاري جمود بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك ويصلح حالك. السوق النهارده حلو ومريح اللي عايز يشتري يشتري. المعلم اسلام مجلت يا جماعه الله يبارك له. السوق قدامك انضف راجل بيتكلم راجل محترم يا حاج الله يبارك له ويصلح حاله. مؤسسه يا حاج الله يبارك له ويصلح حاله. صباحك ابيض يا صاحبي الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب اللهم امين. اذكر الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله. شوف البني ادم يا جدع انا بنقول لك اذكر الله وانت مش مسلم ولا ايه؟ يا راجل قول لا اله الا الله. العالم الفلوس لها ياز التجار زي ما انتم شايفين صح يا حاج؟ انا بنقول للراجل اذكر الله يا حول الله يا رب. القناه ما هي جايبه ريحه المشاهد ليه بس؟ ده الراجل زي العسل يا حاج الله يقويه ويعينه. الله يكون الاشتراك بقناه المهنش اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.